عروة إبراهيم الغول، غول الثقافة والإبداع يا أخي. ألف مبروك، إن شاء الله هيك عقبال ما بعرف شو بيقولوا التوقيع الكتب. كتاب الدهر. يبارك فيكي، كيفك يا أزعر؟ أزعر. هلا على أساس ليلى ما بتعرفك يعني؟ عم يقول لي أزعر هو اللي كان ياخذني معه وينطرني جنب مدارس البنات. اصحك تصدقي أنا من يوم يومي ملتزم الله وكيلك، هو الوحيد اللي كان صايع. معناها منبطل. هلا خلص ما عاد تلحقي العرس بعد فترة. أيوه. ما بدك توقع لنا؟ طبعا ولو. بدي نسخة لي لحالي وأنا أكتب لي إلى ملهمي في كتابة هذا الكتاب. أنت شو كان اسمك؟ السلسال ينحني، يبدو أنه معدني تنثني، أجزاءه السفلى يكاد يتوازى، لقد وقع التمثال ولم يقع تماما، ظل معلقا في الهواء. صباح الخير ابني. صباح النور. أهلين معوان. خير؟ شو مانك نايم؟ لا مبلا، أنا شوي نمت لي يمكن شي خمس دقايق. موجوع تقبرني؟ يا ريت. خير؟ ماني عارفان إذا خير ولا شر. أستاذ عروة احكي لي، لا تشغل لي بالي. والله يا معوض ما بعرف، شي برن الموبايل آخر الليل وشي برن جرس الباب الساعة 3 الصبح. جرس الباب؟ اوعك تقلي فتحت. لا شو فتحت، مجنون أنا. طيب تقبرني، ليش ما بتخبر الشرطة؟ ليش وين الشرطة؟ بعدين لو كانوا موجودين شو بدي روح لهم؟ في واحد دق علي الباب الساعة 3 الصبح؟ ايه وين المشكلة يعني؟ وين الجريمة؟ طيب قلو للأستاذ عبدو. آخ من عبدو. لك تقبر قلبي، بضل أخوك وأخوك الكبير وإيده طايلة، بعدين هو بيساعد كل الناس، شلون ما بيساعدك أنت؟ لك أنت أخوه، ابن أمه وأبوه. نشوف يا محمد، نشوف.
في اخبار عن ابن اختك؟ والله يا ابني لا حس ولا انس، بس الاستاذ عبده وعدني خير. بعين الله يا معوض، بعين الله. لك امي ضروريه يعني هالسيجاره على الريق كمان. معوض. نعم. مسكي. تقبر قلبي والله هدول كتار. هلا خذيهم بدل الموشح، انا راح اشرب القهوه واترك لك البيت. الله يرزقك يا حق.